اتفضل. انا مجدي حسنين مدرس، مجدي حسنين مدرس احياء بالشهيد رياض الثانويه العسكريه بكفر الشيخ. بقول كلمه للدكتور عصام شرف ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، بيبعدوا بالقضيه المصريه لمكان مجهول بعيد كل البعد عن الشعب، بيبعدوا بعينا، ما عملوش اي اجراء رسمي لحد الان حس به المواطن العادي المواطن الفقير، ما عملوش اي اجراء رسمي، ما حاربوش اي فساد. الفساد موجود في جميع محافظات وجميع المؤسسات الحكوميه في مصر، ما حكموش اي ضابط قتل الناس الثوار، ما عملوش اي شيء ليا كمواطن فقير، ما جابهوليش. عايز اقول لدكتور عصام شرف يقول لي اجراء واحد بس عمله من ساعه ما جه، اجراء حس بيه المواطن المصري، حتى الحد الادنى عمالين يتكلموا فيه وبعيدين كل البعد عن الحد الاقصى. انا عايز اساله سؤال، هو ليه مش عاوز يجيب سيره الحد الاقصى؟ الحد الاقصى للناس اللي بتاخد ملايين، الناس اللي بتاخد بال 200,000 وال 100,000. انا عايز اقول كلمه، هو النادي الاهلي والنادي الزمالك دول قطاع عام، دول قطاع عام طبعا، المصريه للاتصالات دي بتاعتي. ليه اللعيبه بتاخد بالملايين؟ ليه مدحت شلبي بياخد بالملايين؟ ليه فلان وفلان بياخد بالملايين؟ ليه مش راضي يجيب الحد الاقصى؟ سيره الحد الاقصى، ما ينزلش الحد الاقصى ليه؟ ل20,000 جنيه وتتحل له جميع مشاكل الشعب المصري، جميع مشاكل الشعب المصري تتحل لو نزل بالحد الاقصى ل20,000 جنيه. الموظف هيرتاح، الفقير هيرتاح، حتى الفلاح اللي مش موظف هيرتاح. ينزل الحد الاقصى ل20,000 جنيه وتتحل جميع مشاكله. بس السلام عليكم. وزير البترول بيشتري لعيبه بقد ايه؟ وما بيعينش واحد عشان ياكل عيش. يعني يلاقي لعيب في الشارع هينفعه في النادي يدفع فيه الملايين في الوقت اللي ما حد فيه. يعني بدل ما يعين 100 واحد غلبان ياكلوا عيش في البترول، لا هو يجيب 2-3 لعيبه مش محتاجين ويلعبهم بفلوس الناس. وزير الانتاج الحربي يشتري لعيبه بفلوس الجيش بفلوسنا، خلاص اللعيبه تاخد بالملايين اللي هي اصلا يعني مش محتاجه، والناس الغلابه اللي ما بياخدوش 500-600 جنيه مرتب ما بيكفهمش لخمسه في الشهر، دول مركونين في الشارع مش لاقيين ياكلوا. الممثلين دي طبقه تاني بقى، 7 مليون 8 مليون وشرم الشيخ لا شرم الشيخ والمنتجات اللي احنا نسمع عنها بس في الصحف وفي المجلات، دي ما نقربش منها، دي كفايه انك تسمع عن بورتو مارينا، تسمع عن الغردقه والكلام ده، لكن تروحها عيب. كفايه انك كويس انك تسمع وتتفرج، لكن انت لما تبص تلاقي الوقت اللعيب بيتباع ويشتري ب 20-30 مليون، والموظف مننا محتاج مرتبه يوصل ل 500-600 جنيه في البلد، في شباب متعطلين ومرمين في الشوارع عايز يتعين ب 300 جنيه، بيجري يقف في طابور عقود عشان 300 جنيه وما بياخدهمش. كان في عقود مفتوحه في وزاره التربيه والتعليم مقدم لاولادي الاثنين فيها قبل الثوره عشان العقد يبقى ب 360 جنيه او 320 جنيه، وراحت على كده. ايه رايك في المجلس العسكري؟ وراحت على كده، ما خلاص هقول رايي ايه؟ ما هو المجلس العسكري هو الرئاسه، والرئاسه هي المجلس العسكري. عشان شاب خريج طفحان عين اهله يقف يوم بحاله في الطابور ويروح كشف ويروح مقابله وفي الاخر في ناس مصطفى ومتعينه من قبل ما يتعمل الكلام ده كله. انت ما حسيتش بتغيير لحد دلوقتي؟ لا تغيير ملموس، لا تغيير ملموس على ارض الواقع لا، بس كل بنحس بيه رئيس حكومه ضعيف جدا جدا جدا، ضعيف يعني هو في طيب، الطيبه والاحترام مش هم كل حاجه. انا عايز سياسي يحافظ على هيبه الدوله بره وجوه. دلوقتي مصر من بعد الثوره ملهاش اي هيبه في اي مكان، جوه البلد كرامه البلد تحت السفر، وبره اسخم وادل. لا على الاقل بره كان ممكن يعمل حساب ليك ان انت في سن قوي او في سن امن، دلوقتي لا امن ولا امان ولا اي حاجه. ربنا يستر.